شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة وإلى جانبهما سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. العرض الجوي الذي جرى عصر اليوم في سماء معرض دبي الدولي للطيران 2019 حيث قدم عدد من طائرات الفانتوم الأمريكية المقاتلة وطائرات سوخوي الروسية وطائرات فرنسية حربية قدمت عروضا جوية متنوعة عكست مهارات الطيارين والتقنية العالية التي تتمتع بها هذه الطائرات من الجيل الجديد بحضور معالي الشيخة حسينة واجد رئيسة وزراء جمهورية بنغلاديش الصديقة. كما قدم فرسان الإمارات عروضا جوية رائعة كمشاركة وترحيب من فريق الفرسان بضيوف المعرض ونالت عروضهم واستعراضاتهم الجوية استحسان الحضور. حضر العرض عدد من الشيوخ والوزراء والقيادات العسكرية في الدولة والدول الشقيقة والصديقة المشاركة في المعرض الذي تعرض فيه نحو 160 طائرة عسكرية ومدنية إلى جانب مروحيات متطورة. تناول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة طعام الغداء مع رؤساء وفود الدول المشاركة في معرض دبي الدولي للطيران وذلك في مقر المعرض في دبي الجنوب مدينة المعارض في مطار المكتوم الدولي. حضر المأدبة سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وسمو الشيخ أحمد بن سعيد المكتوم رئيس هيئة دبي للطيران رئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض وسمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد المكتوم ومعالي محمد بن أحمد البواردي وزير دولة لشؤون الدفاع ومعالي الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة والقيادات العسكرية وكبار المسؤولين في الدولة إلى جانب أكثر من 160 وفداً عسكرياً ومدنياً يمثلون دولهم في المعرض.
The Mirage 2000-9. Has nine hard points on it, and that means it can carry a lot of ordnance. The smoke trail being generated by two of those outer hard points at the moment.